فإذا الباراميترز هم local variables للموديل، بس sometimes I need to pass them to other models، فبحطهم على شكل إيش؟ باراميترز. local variables by themselves they demonstrate or demonstrate اللي هو إيش؟ الكوهيجن. بينما لما نحطهم من خلال باراميترز بصيروا إيش؟ coupling، لأن إحنا قاعدين نمرر فيهم إيش؟ from one model to another model. okay، فالباراميترز are another way of facilitating or demonstrating the coupling، بينما local variable facilitate اللي هو إيش؟ اللي هو الكوهيجن. okay، تذكروا هاي المعلومات، يعني مهمة جدا تعرفها. that allows communication between the models. okay، فإذا الباراميترز هو عبارة عن شكل من أشكال coupling سميناه common coupling. إذا بترجع قبل شوي للسلايدز اللي هما السلايدز اللي شفناهم اللي هو ايش انواع الكابلينج، حكينا اللي هو هذا بنسميه ايش الداتا كابلينج اللي هو باستخدام البارامترز، الكومن كابلينج باستخدام الجلوبال فاريبل. اوكي، بس هذول الشكلين اخذنا المره الماضيه الجلوبال فاريبل، والان بنحكي عن ايش عن البارامترز. طيب خلينا نحكي البارامترز حقيقه يعني لهم يعني كونسبت لازم نفهمه لانه موجود في كل بروجرامينج لانجويج. فافهم يعني افهم البارامترز لانهم رايحين يعني هم في البروجرامينج رايحين يمروا عليك البارامترز اللي هم باس باي فاليو باس باي ريفرنس وكل هاي الاشياء موجوده في البروجرامينج لانجويج. فاحنا مهم جدا نفهم البارامترز على اساس انه ايش انه رايحين يعني نشوفهم اجين في الكورسز اللي رايحين تاخذوها ليتر اون. اوكي، طيب الان خلينا نرجع للمودلز. انا في عندي السوليوشن تبعي، تذكروا دائما انه للبروبلم مكون من مجموعه من الموديولز، يعني مش موديل واحد، موديل اللي هو الكنترول موديل والكالكوليت موديل والريد موديل. فعندي في انا مجموعه من الموديل، فاذا الموديل حقيقه اذا بدي اعمل كوميونيكيت لللوكال فاريبلز او البارامترز خلينا نحكي انا بالطريقه هذه، كيف بنعمل لهم باسنج فروم وان موديل لاذر موديل؟ كيف بنعملهم؟ بنحكي اوكي بدي ابعثهم انا للريد، فبحكي ريد اللي هو اسم الموديل اللي بدي ابعثهم عليه، وبين الاقواس بحط اللي هو الاي والبي والسي. الاي والبي والسي الان صاروا ايش؟ باراميترز، يعني مش لوكال فاريبلز، هم كانوا لوكال فاريبلز بس كوني انا بعثتهم من موديل لموديل اسمه ريد. طبعا هاي ريد بتكون جوا داخل موديل 1 فور اكزامبل، فموديل 1 في داخله اللي هو الانستركشن اسمها ريد اي بي سي، معناته انا بدي اعمل بروسيس للموديل ريد وبدي ابعث له الباراميتر اي وبي وسي. طب ليش حطيتهم بين اقواس؟ لان هم لوكال فاريبلز، يعني الموديل ريد ما بعرفهم الا اذا بعثت له اياهم بهي الطريقه. اوكي، فاذا هاو تو باس باراميترز او وين بيكونوا موجودين الباراميترز؟ بيكونوا بعد اسم الموديل اللي بدي اعمل له بروسيسنج، وبيكونوا ايش؟ بتوين بارانثيس اقواس بهي الطريقه، وبيكونوا ايش؟ مفصولين طبعا ايش؟ في فواصل. اوكي، فاذا هذا الاي هو باراميتر والبي باراميتر والسي باراميتر، هم في الاصل لوكال فاريبلز للموديل الموجودين فيه. طيب الان البارامترز حتى يكون في عندي شيء اسمه بارامترز لازم يكون في عندي تو مودلز، واحد ببعث واحد بيستقبل، مش هيك؟ مش حكينا انهم ايش؟ باست فروم وان موديل تو انذر. فاذا اللي بيبعث هذول البارامترز ايش بنسميه؟ الكولينج موديل. فالكولينج موديل شو بيسوي؟ بيعمل كول لاذر موديل وبيبعث له ايش؟ البارامترز. طبعا نسميه ايش؟ بنسميه الكولر او الكولينج موديل. طبعا اللي بيستقبل البارامترز هذول او اللوكال فاريبلز هذول اللي موجودين في الموديل الاول الموجودين في الكولر ايش بنسميه؟ الكولد موديل اللي هو ايش؟ او كولي. فاذا البارامترز باست من الكولينج موديل تو ذا كولد موديل. اوكي، طيب هم لوكال فاريبلز وين بيكونوا موجودين في الاصل؟ في الكولينج موديل. انا بعملهم باسنج من الكولينج موديل للكولد موديل من خلال اللي هو الطريقه هذه، اسم الموديل اللي بدي اعمل له كولينج، وبعدين ايش؟ بين الاقواس بحط البارامترز او اللوكال فاريبلز اللي بدي ابعثهم. اوكي، في اي سؤال على هذه السلايد سو فار؟ يا دكتور بس سؤال، هسه الكولر والكولي يعني اسماء ثانيه للكولد والكولينج، مسميات اخرى يعني؟ طلع يعني تصور لما انت مثلا تعمل كول لفانكشن، مش حكينا نستخدم فانكشن؟ لما تعمل كول للفانكشن فور اكزامبل سكوير روت، انت قاعد تعمل كول، يعني بتعمل كول من موديل لفانكشن او لموديل ثاني اسمه سكوير روت.
او اسمه الساين او اسمه الكوساين او اسمه الماكسيمم. بالطريقه هذه هسه راح يتوضح اكثر تامر، بس لما تصبر علينا شوي بس ننتقل للسلايد اللي بعدها راح توضح الامور، راح نشرحها بطريقه مفصله. طيب طلع هنا هاي يعني هذا اللي تسال عنه انت، طلع هاي الباراميتر ترمينولوجي. طبعا انا هذا السوليوشن تبعي مكون من كم موديل، طبعا الموديل ببلش في اسم الموديل الكنترول بي، هذا اسم الموديل، وبينتهي الكنترول حكينا دائما ايش نهايته بتكون الاند مش هيك. وفي عندي الموديل هذا ببلش اسمه ايش الريد، والريد هذا بضل يشتغل في انستراكشنز لعند الاكزت وبوقف. وفي عندي موديل هون اسمه كالك اللي هو من كالكوليت، واسمه كالكوليت وبياخذ هذول البارامترز وبوقف عند الاكزت. وفي عندي البرنت وبوقف عند الاكزت. طيب هذا السوليوشن عندي مكون من كم من كم موديل؟ مين بحكي لي كم موديل موجود انا عندي هنا؟ أربعة. مهم جدا تركزوا في هذه المحاضره، المحاضره مهمه كثير، اللي هو في عندي 4 موديل. يس 4 موديل. طيب اذا دائما الاكسكيوشن ببلش وين؟ في الكنترول موديل. طيب الكنترول موديل شو يسوي اول شيء؟ بعمل الكلمه هاي بروسيس ريد. ايش يعني بروسيس ريد؟ يعني جو اند اكسكيوت الريد، يعني روح وقف هنا وروح على الريد واعملها اكسكيوشن للموديل ريد، وخذ معك البارامترز الاورز والبيريت. اوكي فاذا هذول ايش؟ فصار مين الكولر الان يا تامر؟ اللي هو الكنترول بي موديل بيعمل كول لمين؟ لمين؟ للريد موديل، لانه انا داخل الكنترول بي بدي اعمل بروسيس للريد. فاذا راح اوقف هنا وين راح يروح الاكسكيوشن؟ على وين؟ على الريد موديل. فراح يوقف هون يروح على الريد. الريد الان انا بعت له تو باراميترز اللي هم هيهم الاورز والبيريت. فاذا هنا الريد اخذ الاورز بس ما سماها اورز، لاحظ انه ايش سماها هنا؟ اتش ار اس. هل بصير هذا الحكي؟ يس بصير. انا هون ببعثه باسم وهنا بستقبله باسم مختلف تماما. فاذا راح يتنفذ الريد موديل كاملا، بس يخلص الاكزت وين راح يرجع؟ راح يرجع للكنترول موديل محل موقف اللي هو هون، راح يجي على الستيتمنت اللي بعدها النكست اللي هي بروسيس الكالكوليت موديل، وبدي ابعت له البارامترز الاورز والبيريت والبي. فاذا راح يوقف الاكسكيوشن هنا وين راح يروح ينفذ اي موديل؟ ريد الكالكوليت اللي هو هذا الموديل مش هيك؟ لا لا واضح الماوس واضحه عندكم؟ انا بعرفش الماوس، انا عندي واضحه، بعرفش اذا الماوس واضحه عندكم ولا لا. والله دكتور انا نفس المشكله يعني مبينش عندي السلايدات. طيب بس انت ولا الجميع؟ اسماعيل للامانه الحاضر الماضي الدكتور بين معي بس مش عارف. طب اوكي في الريكوردينج راح يبينوا، ما في عندنا مشكله في السلايد. اياد اللي عندك السلايدز واضحين؟ دور عندي واضحين بس المؤشر مش طالع. المؤشر مش طالع. اعتقد انه we have to do something here. اوكي طيب اوكي في next time we'll see how to نحط اللي هو المؤشر. اعتقد انه في طريقه معينه ان نحط فيها المؤشر، ما في مشكله. بس انت يعني احنا بلشنا في الكنترول بي، الكنترول بي بيعمل بروسيس للريد، يعني بيعمل كول للريد. اذا مين الكولر؟ الكنترول بي. مين الكولد؟ الريد. اذا بيروح ينفذ الريد كاملا وبيرجع، بعدين بيلاقي ايش؟ بروسيس كالكوليت، فبيروح بينفذ الكالكوليت وبيرجع، بعدين بيلاقي بروسيس برنت، فبيروح بينفذ البرنت بس يوصل الاكزت بيرجع، بعدين ايش؟ الاند. الاند ايش؟ بوقف السوليوشن كاملا. اذا في الحاله هذه مين الكولر؟ الكولر هون دائما ايش؟ الكولر اللي هو كنترول بي. طب مين الكولد؟ اول كولد اللي هو الريد، وثاني كولد اللي هو الكالكوليت، وثالث كولد اللي هو البرنت. الان خلينا نحكي عن البارامتر. اذا هذا بنسميه ايش؟ الكولينج موديل اللي هو الكنترول بي. يس خلينا نحكي عن البارامتر. لاحظوا ان البارامتر لما اروح لما عملت بروسيس للريد، يعني انت روح يعني كانوا بيحكي له روح نفذ الريد وخذ معك الاورز والبيريت باراميترز. الاورز والبيريت هذول ايش بنسميهم؟ اكتوال باراميتر ليستنج. اكتوال لما يجي هنا شو بصير اسمهم؟ فورمال
باراميتر ليستينج، هم نفسهم اللي بعتهم ايش اللي هو الكالكوليت، استقبلهم هنا بين اقواس اللي هي اتش ار اس والريد، بعت له هنا 2 اكتوال، استقبل هنا 2 ايش صار اسمهم فورمال باراميتر في الكولد موديل. اوكي، وبعدين ايش عمل اكسكيوت لعند الاكزيت، رجع مره ثانيه الان ايش الكولر كنترول بي بده يعمل كول لمين للكالكوليت، شو بيحكي بروسيس كالكوليت، فدم بده يروح على الكالكوليت بس بيش بده ياخذ معه اللوكال فاريبلز اللي هي الاورز والبي ريت والبي، هذول اللوكال فاريبلز لمين للكنترول بي، بس بما اني بعتهم للكالكوليت بين اقواس ايش صار اسمهم باراميترز، وبما اني انا داخل الكولر موديل ايش اسمهم اكتوال باراميتر ليست، لما يروحوا على الكالكوليت شو بصير اسمهم فورمال باراميتر ليستينج. الفورمال باراميترز ممكن يكونوا نفس الاسم اورز وبي ريت وبي زي ما انا بعتهم من هنا، او ممكن تغيرهم زي ما بدك هنا اتش ار اس واللي هي ايش والريت والبي. اوكي طيب نيجي هون بروسيس لبرنت، الكنترول بي هو الكولر والبرنت شو صار عندي هنا كولد او الكولي. اوكي فانا بروح على البرنت، طب ايش الباراميتر اللي عملت له باسنج هنا اللي هو ايش باراميتر واحد ايش اسمه اللي هو البي. طب ايش هم الباراميتر؟ تذكر دائما الباراميترز اللي هم عباره عن لوكال فاريبلز موجودين وين في الموديل كنترول بي او في الموديل اللي انا ببعثه لمين للكولد. اوكي التسميه مهمه جدا، انه لما اعمل كول لموديل وابعث له لوكال فاريبلز او باراميترز يكون اسمهم ايش اكتوال باراميترز، بس لما استقبلهم في في الريد فور اكزامبل شو بصير اسمهم برضو باراميترز بس شو بصير اسمهم فورمال باراميترز. اوكي إذا في الكولر اسمهم actual parameters، ليش actual؟ لأن هم أصلاً هم local variables موجودين في control bay، فلما أنا أعمل call read وأبعث له هذول two parameters أو two local variables فبستقبلهم على شكل إيش formal parameters، ممكن يكونوا يأخذوا نفس الاسم اللي بعته hours و period وممكن يأخذوا أسماء إيش مختلفة، يعني هون بعت 2 بستقبل هون 2، إذا هون بعت 3 فإذا إيش بستقبل 1 2 3 وفي بينهم إيش فواصل. أوكي في الكالكوليت، فإذا بالطريقة هذه إحنا بدنا نتعرف على ثلاث شغلات بدك تعرفها، مين الكولينج موديل في هذا في هاي الرسمة اللي هو الكنترول بي، مين الكولد أو الكولي موديلز، مين بحكي لي مين الكولد موديلز كالكول برينت. اذا بنفس الترتيب بيعملوا شيء كول للريد بعدين ايش للكالكوليت بعدين البرنت. طب مين بعطيني اكزامبل على اكتوال باراميترز موجودين هنا الاكتوال اللي هو الكنترول بي؟ لا الاكتوال باراميتر اللي هو ايش اي شيء بنعمل له باراميتر بنمررهم للريد هنا هذول اكتوال، اللي بنمررهم للكالكوليت هذول اكتوال، اللي بنمرر يعني الموجودين في الكولر كلهم ايش اسمهم اكتوال باراميترز. الآن لاحظ أن هنا إيش في الأول بروسيس ريد وبعثت له الأورز والبيريت هذول أكشوال باراميتر، لما نروح على الريد بنلاحظ أنه إتش آر إس والريت سميناهم هذول إيش صار اسمهم فورمال باراميتر. أوكي فورمال باراميتر، فإذا بدنا نتعرف على ثلاث شغلات، يعني السؤال يعني اللي موجود بين الأقواس بالكنترول بي هو اللي اسمهم أكشوال باراميتر، واللي بين أقواس بالريد والكالك والبرنت هم الفورمال باراميتر زي هي. أحسن السندر، مين السندر اللي بيبعث الباراميتر بيكونوا داخله اسمهم أكتوال، مين اللي بيستقبلهم الريد فور إكزامبل يصير اسمهم إيش فورمال باراميتر فورمال باراميتر زي هي. أوكي الآن طلع في عندي هنا ستار وأحيانا بتكون فيش عندي ستار، بس قبل ما نحكي عن الستار إنه أنا لما أبعث الباراميتر أورز والبيريت للريد فور اكزامبل مو شرط استقبلهم بنفس الاسم، ممكن اغير الاسم تبعهم، بس نفس اللي انا اللي بعتهم في الاكتوال للريد هو ما نفسهم اللي رايحين ايش ياخذوا اللي هم رايحين يروحوا على الريد، نفس الفاليوز او نفس الريفرنس حسب ايش حسب انه باس باي فاليو او باس باي ريفرنس اللي هي رايحين نجيها ليتر. ايش الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس؟ قبل ما نبلش لاحظوا انه في عندي باراميترز عليهم ستارز وفي باراميترز فيش عليهم ستارز، الستار معناته Best by reference واللي ما في عليهم ستار هو Best by value. طب ايش هو what we mean ايش الفرق بين Best by value والBest by reference، هذا راح نشرحه later، بس الان ايش المطلوب منا نفهم ايش هو الكولينج موديل ايش الكولد موديل
ايش هي الاكتوال باراميتر وايش الفورمال باراميتر من هاي السلايد. اوكي ان شاء الله الجميع فهم الموضوع. في حد عنده اي سؤال؟ اوكي اذا ما في اسئله الان على هاي السلايد ننتقل للسلايد اللي تبعها اللي هو الاكتوال باراميتر. طيب مين بحكي لي شو هو الاكتوال باراميتر؟ شفناه قبل شوي. الاكتوال باراميتر وين بيكون موجود؟ في الكولينج موديل اللي هو كان في الكنترول شيك. يس في الكولينج موديل. يس اذا الفورمال باراميتر وين بيكون موجود؟ في اللي هو بعد اسم في الكولد في الكولد موديل بعد اسم. يس افتر الموديل نيم مباشره نسميه ايش؟ الفورمال باراميتر. طيب الباراميترز هذول ليش سميناهم اكتوال؟ يعني حقيقه يعني منطقيا عشان تفهمهم يعني فور ايفر ما تنساش مش تحفظهم. ليش سميناهم اكتوال باراميتر؟ لانهم هذول اصلا لوكال فاريبلز موجودين في الكولينج موديل لانهم اكتوال هم لوكال فاريبلز في الكولينج موديل وانا بدي امررهم لمين؟ لاذر موديل. عشان هيك في هو فورمال في الاذر موديل الكولد بينما هم اكتوال لانهم حقيقه هم لوكال فاريبلز موجودين وين؟ في الكولينج موديل. اوكي اوكي الان النكست في عندي تو تايبس اوف كولينج البارامترز هذول لما بعثتهم من وين؟ من الكولر موديل للكولد موديل. في عندي تو تايبس اوف باسنج هذول ايش اللي هم البارامترز او سيندينج هذول البارامترز. في شيء اسمه الكول باي فاليو بارامتر وفي شيء اسمه الكول باي ريفرنس بارامتر اللي احنا كيف ميزناهم قبل شوي اللي هو كل واحد في عليه ستار بنحكي انه هذا باي ريفرنس كل واحد ما فيش عليه ستار بنحكي انه هذا ايش باي فاليو. فاذا في عندي تو تايبس من اللي هم الكولينج للبارامتر اما كول باي فاليو او كول باي ريفرنس. طب واتس the difference between the call by value will call by reference by reference بشكل مبدئي انه ال call by value ما بستخدم الستار الستار بستخدمها دائما على اي واحده فيهم على ال call by reference. اوكي فاذا بشكل مبدئي اذا بحكي لك انه ايش ال call by value اللي فيش عليه ستار اللي فيه عليه ستار ايش بيكون call by reference. طب ايش معناتهم؟ في حدا عنده فكره اخذهم في مساق سابق؟ اوكي الكول باي فاليو ايش المقصود في الكول باي فاليو؟ انت لما تبعت هذا الفاريبل اللي هو لوكال فاريبل تبعته من كولر الى كولد موديل شيك من كولر موديل الى كولد موديل لما تبعته باي فاليو في الكولد موديل ما بياخذ الفاريبل الاصلي اللي موجود في الكولر بيعمل عنه نسخه كوبي من الميموري لوكيشن وبستخدمها في الموديل اللي عملنا له كولد. فاذا الكولد باي فاليو لما ينتقل للكولد موديل بصير عنه نسخه كوبي يعني مختلفه تماما مش نفس الميموري لوكيشن يكون ديفرنت ميموري لوكيشن. علشان هيك اذا كان الكولد موديل غير في قيمه هذا البارامتر او الفاريبل اللوكال فاريبل اللي بعتناه له ما راح يتاثر اللوكال فاريبل الموجود في الموديل الاصلي اللي احنا بعثنا منه هذا اللوكال فاريبل. Again الكول باي فاليو في الكولد موديل بيعمل نسخه من هذا ايش فاليو بياخذ كوبي نسخه من اللي هو البارامتر ما بيستخدم الميموري اللي موجود فيها هذا البارامتر. فعشان هيك اذا غير هذا الموديل في اي قيمه من البارامترز ما راح يتاثر قيمة اللوكال فاريبل الموجود في الكولر موديل. طيب الكول باي ريفرنس العكس تماما انه احنا ما بنبعث فاليو ايش بنبعث؟ بنبعث ميموري لوكيشن يعني اللوكال فاريبل نفسه ما بنبعثه كفاليو ما بيعمل عنه نسخه في الكولد موديل نفس الميموري لوكيشن تبع اللوكال فاريبل الموجود في الكولر راح نبعثه لمين؟ للكولد موديل. طب احنا قاعدين هنا ايش في الكول باي ريفرنس بنشتغل على نفس الميموري لوكيشن ايش هذا الحكي معناته؟ معناته اذا الكولد موديل غير في قيمه البارامتر معناته اللوكال فاريبل في الكولر ايش راح يصير فيه؟ راح يتغير. ليش؟ لانه الاثنين بيشتغلوا على نفس الميموري لوكيشن تبع اللوكال فاريبل. اوكي اذا هذا الفرق بين الكول باي فاليو والكول باي
ديفرنس. في حد فاهم الموضوع؟ ممكن يحكي لنا ايش الفرق بينهم، الديفرنس بينهم مرة ثانية؟ اوكي، فاذا الكولد باي فاليو، الكولد تلاحظ انه في عندي كولر موديل وفي عندي كولد موديل. الكولر لما يبعث باي فاليو يعني من غير ما نحط ستار، شو بصير؟ ما بيبعث الميموري لوكيشن، بيبعث نسخه، يعني الكولد موديل بيعمل نسخه ثانيه عن هذا اللوكال فاريبل. فشو ما يغير في هاي النسخه ما راح يتغير اللوكال فاريبل الموجود في الكولر موديل. بس اذا بعثته باي ريفرنس عن طريق اني احط عليه ستار، ايش بصير؟ انه اذا اني بعثته لاي موديل وهذا الموديل غير في القيمه تبعته، راح تغير اللوكال فاريبل اللي موجود في الكولر موديل، لانه بيشتغلوا الاثنين على نفس الميموري لوكيشن في الباي ريفرنس. في الباي فاليو كل واحد بيشتغل على لوكيشن مختلف عن الثاني، فلو غير في الباراميتر ما راح يتغير اللوكال فاريبل في الموديل الاصلي. اوكي، طيب خلينا ناخذ اكزامبل عليها بحيث انها توضح اكثر، طبعا عن طريق الكابلينج دياجرام. اتذكر بس المعلومات اللي حكيتها عن الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس، وهسه رايحين ناخذها في الكابلينج دياجرام. طيب ايش هو الكابلينج دياجرام؟ الكابلينج دياجرام هو عباره عن كابلينج زي اللي حكيناه قبل شوي، انه كيف الداتا بتنتقل، البارامترز بتنتقل من موديل لموديل، بس بنستخدم دياجرام عشان نرسمهم. يعني ايش؟ ما بنستخدم اللي هي اللي قبل شوي اللي هو موديل الكنترول وبنكتبهم على شكل ليست، لا بنعملهم على شكل دياجرام. فهو دياجرام بيعملنا انديكيشن كيف الداتا او البارامترز، بيعمل كابلينج بتوين الموديل. فالكابلينج دياجرام طبعا بيكون في عندي ريكتانجل، في عندي لاين للكونكتنج بين ايش المودلز، وفي عندي باس باي فاليو وباس باي ريفرنس. كيف بنعبر عنهم؟ طبعا الباي ريفرنس عبرنا عنها في الستار، طبعا باي ريفرنس هنا طلع هنا، طبعا كل وحده في عليها ستار، هاي باي ريفرنس. ايش يعني؟ يعني فور اكزامبل لو عملت بروسيس للريد وحطيت ستار هون على الاورز، راح على الريد، الريد اخذ الاورز، قاعد بيشتغل على نفس الميموري لوكيشن تبعت الاورد، فاذا غيرها هون داخل الريد راح تتغير وين؟ في الكنترول بي. بينما هون اذا عملت بروسيس للكالكوليت وبعثت له البي ريت، ما بعثت باي ريفرنس، بعثت باي فاليو. فاذا ايش؟ الكالكوليت راح يعمل الريت اللي هي سماها ريت، طبعا في الكالكوليت راح يعمل نسخه عن البي ريت. لو غير في قيمتها ما راح تتغير البي ريت الاصليه، راح تظل ايش؟ قيمتها زي ما هي في الكنترول. لاحظوا كيف عبر عنهم هون عن طريق الستار. طب كيف عبرنا عنهم باستخدام الكابلينج دياجرام؟ خلينا ناخذ اكزامبل على الكابلينج دياجرام ونشوف كيف بيشتغل. لاحظ عندي هذا هو الكابلينج دياجرام، هذا في عندي موديل 1، وهذا الموديل 1 بيعمل بروسيس لموديل 2. اوكي، الموديل 1 بيعمل بروسيس للموديل 2. طب الموديل 1 لما بدي يعمل بروسيس للموديل 2 بدي يبعث له ثلاثه باراميترز، الاي والبي والسي. لاحظ انه الـ A يعني هذا ايش؟ one arrow يعني سهم من جهة واحدة، فاذا هذا by value. لاحظ انه الـ C اللي هو الـ arrow من جهتين اللي هو ايش؟ معناته by reference. يعني اذا بدنا نعبر عنهم بالطريقة هذه اللي اخذناها قبل شوي، في الموديل 1 في عندي local variable اللي هو الـ A equal 3 for example، والـ B equal 4، والـ C equal 5. الآن هنا في عندي بروسيس، يعني عمل كول لمين؟ للموديل 2، وبعث له الـ A by value ولا by reference؟ شو رأيكم؟ by value. بما أنه ما في ستار، معناته إيش؟ by value. والـ B بما أنه ما في ستار، معناته by value. بينما الـ C بما أنه في ستار، معناته إيش؟ by reference. هنا يس. فإذا هنا راح يوقف الإكسكيوشن هنا ويروح على موديل 2. راح ياخذ يعمل نسخه عن الاي نسخه، وراح يعمل نسخه عن البي اسمها واي، ونسخه عن الاي اسمها اكس، وراح يشتغل على نفس الميموري لوكيشن، مش نسخه، اللي اسمها ايش؟ زد. يعني هذول زد والسي نفس الاسم لنفس الميموري لوكيشن. طيب الاي والبي باي فاليو والسي باي ريفرنس. اذا جينا هون وغيرنا قيمه الاكس ايكوال 7، احنا بنغير في النسخة تبعتنا تبعت الموديل 2، ما راح تتغير قيمة الـ A نهائيا. إذا غيرنا في الـ Y equal 8،
ما تغير البي لأن الواي نسخة عن البي مش هي مطابقة لها. بينما إذا غيرنا قيمة الزد to 9 الزد بما أنها by reference هي نفس الميموري لوكيشن تبع السي. فإذا السي إيش مالها كمان راح تتغير، كم راح تصير قيمة السي؟ نفس قيمة الزد اللي هون 9. فإذا هذا الفرق إنه by value إذا غيرنا هنا الإكس والواي by value ما بيتأثروا الـ A والـ B، بينما هنا السي بما إني بعتها by reference إذا تغيرت اللي هي اسمها زد هنا صارت 9 السي راح تصير 9، إذا صارت 10 السي راح تصير 10. فالباي ريفرنس أنا بعت الميموري لوكيشن اللي موجود فيه الفاريبل مش نسخة عن الفاريبل. أوكي إذا إيش النتيجة النهائية؟ إنه لو رجعنا هنا الـ A راح تضل زي ما هي والـ B راح تضل زي ما هي لأنها إيش باي فاليو حتى لو تغيرت هنا، بينما مين راح يتغير؟ الـ C لأنه باي ريفرنس بعت الميموري لوكيشن وسميته زد، الزد والـ C صار يأشروا على نفس الموقع في الذاكرة، الزد صارت 9 معناته السي كمان راح يصير ايش 9. اوكي طبعا هذا ايش الموديلز اللي بدنا نكتبهم بهاي الطريقه. كيف ممكن نعبر عنهم باستخدام الكابلينج دايجرام؟ هذا هو الموديل 1 موديل 1 وهذا هو الموديل 2. مين الكولر بحكي؟ مين بحكي لي مين الكولر هنا الكابلينج دايجرام؟ موديل 1 طبعا طلع المربع هذا ريكتانجل اللي هو موديل 1. طب مين الكولي او الكولد موديل؟ اللي هو الموديل 2. ممتاز جدا احسنتم. لاحظ عندي هنا السهم هذا سهم من طرف واحد اللي هو 1 ارو، يعني الاي بعثتها لمين؟ طبعا هو نفس هي البروسيس موديل 2. لاحظ السهم بين المربعين من اي من موديل 1 لموديل 2 الاي ايش اللي هي عباره عن سهم من طرف واحد، فاذا هاي باي فاليو. طب ايش الاكتوال باراميتر؟ اي. ايش الفورمال باراميتر؟ اكس. بس هي ايش باي فاليو لانها ايش سهم من طرف واحد، يعني اذا غيرت في الاكس ما راح تتغير الاي. طيب نيجي على البي اللي هو سهم برضو طالع من موديل 1 ورايح على موديل 2 عامل باسنج لهذا الباراميتر بي باي فاليو ولا باي ريفرنس؟ طلع السهم من اتجاه واحد، فاذا ايش هذا؟ باي فاليو. باي فاليو. باي فاليو احسن. اذا غيرنا في الواي ما راح تتغير البي نهائيا. لاحظ السي اللي هو عباره عن سهم ايش دبل ارو، يعني ايش من جهتين جايين اللي هي طريقه السهم، اذا هذا باي ريفرنس. اذا في طريقتين للتعبير عنه في الكابلينج دايجرام نعبر عنه اللي هو عباره عن سهم ايش جاي طرفين اللي هو له راسين دبل هيدد ارو. وكيف بنعبر عنه في كتابه المودلز في الالجوريثم؟ عن طريق الستار اللي هو سي ستار سي. لاحظوا هنا ستار سي وستار زد، هنا كيف بنعبر عنهم بين المربع الموديل 1 واللي هو والريكتانجل او المستطيل طبعا هو بيحكي عنه اللي هو الموديل 2 اللي هو عن طريقه عن دبل ارو هيدد. اذا الاي والبي والبي كولد باي فاليو ايش يعني؟ الاي صار اسمها اكس في الموديل 2، شو ما غير فيها ما راح تغير الاي لانها باي فاليو. البي برضو ايش باي فاليو، شو ما غير في الواي ما راح تغير البي. السي والهون بعتناها باي ريفرنس صار اسمها زد، بس الاثنتين السي والزد بيأشروا على نفس الريفرنس على نفس الموقع في الذاكره، اذا غيرنا في الزد راح تتغير السي. اوكي فاذا هذا هو الكابلينج دايجرام اللي هو ايش بنمثل كل موديل عن طريق ريكتانجل وبنحط الاسهم كيف عمليه نقل الداتا او البارامترز، هل هم باي فاليو ولا باي ريفرنس؟ كيف بنميز بينهم في الكابلينج دايجرام؟ عن طريق اللي هو 1 ارو ويز 1 هيد اللي بسميه ايش باي فاليو، الدبل هيدد ارو اللي هو له طبعا جهتين من الجهتين جاي السهم سي والزد فبنسميها ايش باي ريفرنس. كيف بنعبر عنها باستخدام الكتابه؟ عن طريق الستار. الستار معناتها باي ريفرنس، اذا بدون ستار بتكون ايش بتكون ايش باي فاليو. اوكي وضحت الفكره؟ طيب خليني انا اسالكم، لو حطينا هون فور اكزامبل بروسيس موديل 2 ستار اي، ايش لازم اغير في كل شيء؟ بما انه ستار اي معناته موديل 2 هون الاكس لازم تكون احط كمان قبلها ستار مش هيك؟ لان صارت باي ريفرنس. وهون الاي للإكس هنا شو بدها تصير هنا؟
السهم هذا شو بده يصير؟ شو بده يغير فيه اللي بتوين موديل 1 اند موديل 2؟ دبل عرض، بده يصير دبل عرض. وغير هيك الاوتبوت راح يختلف، بما انه الاكس صارت الاكس 3 مثلا او الاكس 7. الاكس 7 معناته الاي كم راح يصير؟ الاي 7 7 تمام. هيك بتكونوا ياس فهمتوا اللي هو ياس الفرق بين الباي فاليو والباي ريفرنس. فكيف بنكتبها هون باستخدام الستارز، هون بنستخدمها بنستخدم الارض. هذا اللي بنسميه اللي هو ايش الكابلينج دايجرام. الكابلينج دايجرام ايش ايش اللي نستنتج منه؟ الكولر والكولد والباراميترز اللي باست باي فاليو، والباراميتر اللي باست باي ريفرنس زي السي والزد، والباي فاليو زي الاي والبي. غير هيك مين بيحكي لي ايش الاكتوال باراميترز من الكابلينج دايجرام هذا ايش هم؟ اي بي سي. احسنت، اللي هم في جهه الكولر بيكونوا. طب ايش الفورمال باراميتر؟ الفورمال باراميتر ايش هو؟ الاكس والواي والزد. احسنت ممتاز، تفضل. مين كان بيسال؟ تفضل سأل. انا دكتور هسه مش احنا حكينا انه اكس مثلا 7 اي بتتغير ل 7، بزبطش العكس انه مثلا الاكس تصير 3 اذا كان باي ريفرنس؟ مو طلع شوف هي كانت 3 الاي مش هيك؟ احنا بعثنا حطينا ستار قبلها مش هيك؟ اللي هي بروسيس موديل 2 ستار اي، وستار اكس موديل 2 صارت ستار اكس. الان هي كانت 3 بس بما اني عملت بروسيس للموديل 2 راح يجي ينفذ بعد الثلاثة، راح يمد مين راح ينفذ نيكست؟ اللي هو الموديل 2. اذا مين اللي غير الموديل 2؟ الثلاثة كانت قبل، ومين البعد اللي هي الاكس ايكوال 7، اذا راح تغير ل 7. يعني التسلسل، يعني سؤالك كويس ممتاز جدا، سؤالك رائع، انه التسلسل له دور كبير جدا. يعني زي ما كنا بنحكي طب اوكي ليش احنا بنحكي انه اذا بعثنا الاي او مش الاي خلينا في السي، السي باي ريفرنس والزد باي ريفرنس، طب ليش ما تصير الزد اللي هي ايش 5؟ ما هي كانت 5 بس لما جيت هون غيرتها ل 9، يعني النكست ستيب كانت تغييرها ل 9، فاذا السي راح تتغير ايش ل 9. اوكي يعني مين اللي صار قبل الثاني؟ انه السي كانت 5 ولما بعثناها باي ريفرنس صارت 9، اذا مين السكند ستيب اخر ستيب ايش كانت؟ اللي هي الزد ايكوال 9، فمعناته ايش؟ راح تصير السي ايكوال 9. لو هون حطيت كمان تحت ستيتمنت ثانيه الزد ايكوال 10، معناته السي راح تصير ايش؟ ايكوال 10. لو جيت هون وحطيت السي ايكوال 100، معناته صح هي صارت رجعت لي بعد ما خلصت الموديل رجعت لي 9، بس انا هون حكيت سي ايكوال 100 صارت 100. فاخر عمليه على الفاريبل هي القيمه اللي بياخذها النهائيه. وصلت الفكرة تامر؟ وصلت دكتور. اوكي اذا ايش هو الكابلينج دايجرام؟ الكابلينج دايجرام is a way of expressing اللي هو البارامترز. كيف نعمل البارامترز؟ ايش اللي لازم تفهمه من الكابلينج دايجرام هذا اللي قدامنا؟ انه في ريكتانجل نحط فيه الكولر موديل، وطبعا تحته دائما بيكون ايش؟ طبعا اللي هو الكولد موديل. طبعا هذول ايش البارامترز؟ إذا كان سهم من طرف واحد بيكونوا باي فاليو، إذا كانوا إيش؟ سهم من طرفين بيكونوا باي ريفرنس. طب إيش الفرق بين الباي فاليو وباي ريفرنس؟ إنه باي فاليو أنا ما ببعث له نفس الفاريبل، ببعث له كوبي، فعشان هيك أي تغيير في الإكس ما راح يغير إيش؟ في الإي. بينما إذا كانت السي هون إيش؟ الدبل أرو اللي هو دبل هيدد أرو، إذا غيرنا في الزد في الموديل 2 راح تتغير قيمة اللوكال فاريبل سي الموجود في الموديل 1. أوكي؟ الآن لاحظ شغلة ثانية كان ملاحظة مهمة. ان هون ممكن مو شرط اسميهم اكس واي زد، ممكن اسميهم اي وبي وسي، راح يضل المبدا نفس الشيء. يعني صح هذه اي وهذه اي، يعني مثلا ما بدي اسميها اكس انا هنا في نهايه السهم، بدي اسميها اي. طيب الاي هذه والاي هذه باي فاليو، حتى لو غيرت الاي هذه الثانيه تختلف عن الاي الاولى لانها مش باي ريفرنس، مش معناتها انها نفس الاسم انها باي ريفرنس. باي ريفرنس لما يكون عندي ايش دبل ارو، هذول ممكن اسميهم الفورمال باراميترز، اسميهم اي وبي وسي برضه على جميع الجهات. اذا غيرنا في الاي والبي ما راح تتغير الاي والبي في موديل 1، اذا غيرنا في السي اللي موجوده في الموديل 2 راح تتغير في موديل 1. لانه مين بيحدد لك انه باي ريفرنس؟ مش الاسم اللي بيحدد لك اللي هي الستار في الالجوريثم او السهم اللي دول اتجاهين يس. وضحت الفكرة للجميع؟ في حد عنده أي سؤال أو استفسار؟
طيب اذا this is the coupling diagram، والمحاضره القادمه راحين يعني الامور اصبحت يعني بسيطه بعد الكابلينج دايجرام، راحين ناخذ مور اكزامبل الكابلينج دايجرام، وراحين ايش نكمل من هذه السلايد ان اور نيكست كلاس ان شاء الله تعالى اللي راح يكون يوم